السلام عليكم. ان شاء الله هنطلع مع بعضنا رز بالرز باللبن بطريقه حلوه جميله، حاجه كده كريمي، حاجه محترمه. وسر الكرمشه اللي على الوش ديت، الكشكشه اللي بيقولوا عليها اللي على الوش ديت برده نعملها مع بعض ان شاء الله تعجبكم باذن الله. انا كده الرز باللبن عملته، ممكن اديله اي فينش من فوق، ممكن اديله مثلا فستق، ممكن اديله فستق، ممكن اديله شويه زبيب، ممكن اديله قرفه، حسب ما انتوا ايه ما انتوا عايزين يعني. نفس الطريقه الجميله ديت كده، مش محتاجه حاجه تانية، ممكن شويه سوداني، اي حاجه عندنا يعني. السلام عليكم. ان شاء الله انتوا عايزين بعدين رز بحليب، حاجه كده يعني، حاجه فاخر من الاخر يعني. نعملها مع بعض كده يا جماعه ان شاء الله، حاجه في لطيف الخفيف. عندنا لتر هنا، لتر لبن، والافضل يكون لبن جاموسي اللي هو من عند اللبان يكون افضل يعني. يعني ده كده بضطر اديله ايه؟ بضطر اديله حته زبده، يديله فريش كريم. تمام؟ عندي لتر لبن، عندي 100 جرام رز، عندي 500 جرام ميه، عندي علبه قشطه، عندي 3 معالق لبن بودر، عندي 5 يعني برضه هقول لك الجرام ان شاء الله، هتلاقي بالجرام والكوبايه. عندي 3 معالق لبن بودر، عندي حوالي 50 جرام فريش كريم، عندي 80 جرام سكر، عندي فانيليا. نبدا كده مع بعض كده بسم الله. عندي رز مغسول ممنوع 100 جرام، عندنا ميه 500، ناخدهم مع بعض على النار لغايه لما يغلي. خليكم معانا كده يا جماعه، بخليه معايا كده لغايه لما يشرب خالص. لما الميه دي يعني الرز ده يشرب الميه اللي انا عطيتها له، يبقى كده ان شاء الله جاهز معايا. بعد كده بنزل باللبن والفانيليا والحاجات بتاعتي. بعد كده يا جماعه بدي الزر ملح صغيره قوي عشان تعمل بس معادله معايا فين في السكر انا احطه بتاع الايه؟ مع اللبن. كده يا جماعه اهو بعد ما اشرب معايا بنزل بلتر اللبن بتاعي يكون بارد. لتر اللبن يكون ما يكون ما اتغلاش يعني. قلنا لو لبن جاموسي ما تغلهوش، اللي هو كده كده هيغلي ايه؟ هيغلي معاه. كده يا جماعه اول واحد ياخد بس ياخد معايا اول غلوه، بنزل بالسكر 80 جرام سكر على لتر. ثلاث معالق لبن بودر برضو ده اختياري، بس انا قصدي اللي هو عامله ده بتاع المحلات يعني كده تبقى ايه، تبقى كويس يعني ومحترم يعني وتيستو جميل. سنه فانيليا او ماء او ماء الزهر. القشطه بتاعتي يا جماعه اهي. طبعا لو حطيتوا اللبن اللي هو الجاموس ده اللي بيجي عند البياعين ده، ممكن ما تحطوش قشطه خالص يعني، اللي هو تبقى دسم يعني. عندنا فريش كريم، لو ما فيش كريم فريش كريم ممكن احط حته زبده بس صغيره يعني 50 جرام زبده، معلقتين زبده. ما فيش عندي زبده، مش عندي فريش كريم، لو كريم شانتيه برضه ممكن احط معلقتين. هيديني التيست، هيديني التيست الكريمي، هيبقى زي بتاع المحلات بالظبط. عندي يا جماعه هنا معلقتين نشا وشويه ميه، ده له اختياري، ممكن ما احطهمش خالص وبرضه هيمسك معايا. كده يا جماعه اهو الرز جاهز معايا، ارجع بقى ايه افضي براحتي خالص اهو. كده يا جماعه اهو عملنا معاكم الرز الكريمي اللي هو ابو كشكشه من فوق ده، تبقى لما بيبرد ممكن نغطى بكريم فيلم. لو غطى بكريم فيلم ورايح في الثلاجه ساعتين هيعمل معاكم الايه؟ الكشكشه بتاعت الرز واللبن اللي هي زي اللي عندي هنا دي، يعمل معايا نفس الكشكشه دي لما اريح في الثلاجه ويتغطى بكريم فيلم او حاجه. ويتغطى بكريم فيلم يكون افضل يعني. كده يا جماعه ممكن احط عليها من فوق كنافه، ممكن ادي مانجا، ممكن ادي زبيب، ممكن ادي قرفه، ممكن ادي فوز زي ما انا هدي فوز دلوقتي مثلا كده شويه فوز على وشه من فوق. دي تبقى كل ده اختياري، اللي انتوا عايزينه من فوق حطوه. ممكن احط شويه كنافه مثلا، كنافه مثلا مع شويه مانجا. كده يا جماعه عملنا معاكم رز ولبن، حاجه محترمه قوي وفي اللطيف الخفيف. ويا ريت الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.